مساء الخير، حد عارف موضوع النهاردة عن ايه؟ حد عارف؟ هو موضوع النهاردة عن المشاعر السلبية وتأثيرها على حياتي، فاحنا هنقول مع بعض كده كام ترنيمة يعني قريبة شوية من المعنى ده. ضعفي امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار البأس. مهما ضعفي امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار البأس. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. اسندني في ضعفي اسمع لصلاتي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. ومهما بعدنا عنك تفضل معانا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ومهما بعدنا عنك تفضل معانا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ما انا زي السامرية جاي لك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. ما انا زي السامرية جاي لك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي.
اسندني في ضعفي واسمع بصلاتي. اللهم ارحمني انا الخاطي. خاطية هرجع بدموعي اتراجاك، مستني منك اسمع مغفورة لي خطاياك. رغم الخطية هرجع بدموعي اتراجاك، مستني منك اسمع مغفورة لي خطاياك. ما انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث. تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. ما انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث. تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي. اللهم ارحمني انا خاطي. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي. اللهمني انا الخاطي. يا ريت كلنا نقول مع بعض كده يا جماعه التنيمه اللي جايه، احنا المفروض ان احنا كلنا كمان عارفينها. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا. أرجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب. راجع للآب الحنان، واثق إن أنا ليا مكان. راجع للآب الحنان، واثق إن أنا ليا مكان. بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان. جايلك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني. جايلك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني. دقت مرار البعد قسيت، واتمنيت أرجع ليك. عدت لنفسي بدمعي بكيت، عند البيت صارخ لي. راجع للآب الحنان،
واثق ان انا ليا مكان راجع للاب الحنان واثق ان انا ليا مكان بذنوبي انا راجع بدموعي انا راجع واثق ان انا ليا مكان واثق ان انا ليا مكان ريت كلنا برضو نقول مع بعض التنيمة اللي جاية ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه وفي وادي ظل الموت وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه ارفع عينك تلاقيه عالمية مشيت وياه إن كنت سمعت نداء عالمية مشيت وياه بتتلفت حواليك بتتلفت حواليك عينك خليها عليك عينك خليها عليك إن شفت بعينك نار صدقت فيها البار إن شفت بعينك نار صدقت فيها البار أو جواها يمشيك أو جواها يمشيك زي الفتيان حواليه زي الفتيان حواليه نظارك فيه وحمولك سيبها عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه وفي وادي ظل الموت وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه ارفع عينك تلاقيه إن كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم إن كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم إيمانك باللي فديك إيمانك باللي فديك غالب لو تثبت فيه غالب لو تثبت فيه ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه وفي وادي ظل الموت وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه ارفع عينك تلاقيه إن كنت في شدة وضيق وإن فاتك عز صديق إن كنت في شدة وضيق وإن فاتك عز صديق
في واحد واسمه يسوع، في واحد اسمه يسوع، ماسك ايدك في ايدي، ماسك ايدك في ايدي، ثبت انظارك فيه وحمولك سبها عليه، ثبت انظارك فيه وحمولك سبها عليه. وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت، ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي. شكراً.